فايدته للمزارعين وللبيئة، بدل المزارعين ما يحرقوا هاي النباتات احنا نشتريها منهم، من ناحية احنا ندعمهم، من ناحية نحافظ على البيئة بدل ما يحرقوا هاي النباتات وتعمل تلوث بيئي. ننتج ورق مميز على مستوى الشرق الأوسط، نصنع كل الأحجام A4 A2 A3. بعد ما نصنع هاي الأحجام ممكن نشكل منها زي ما شفتوا بطاقات، أكياس، ألبومات. الحمد لله كويس، اني انا ما في شغل بالبيت، بس انا في شغل، شغلي كويس واحب اشتغل لانه شغل يدوي وشغل يعني كثير حلو بالنسبه لي انا وبالنسبه للبنات كلهم، البنات كلهم مبسوطات بشغلهم يعني.